بسم الله الرحمن الرحيم. يتمثل غي سمثل غي عزام يتفلع موقع عسية كالبوني يتمنى المتجان نبدأ نطاحة بزيلون مواجه حلقة جديد تي الحلقة برنامج نهاية الرياضية برنامج حصيلة الريف الرياضية الجامدة جدا بعض نساوى الزيس ممار من يتمنى عريضة المنطقة نعريف. إذن نقيم لكم دي حلقة نهارة يتيلي كالعادة بجسنا تحليل النتائج التقنيه الافريقيه من الريف ظل الحظوظ نيرد الطموحات المستقبليه لمختلف الفرق الريفيه يتم على سن مختلف من اقسام البطولات الوطنيه لاقسام النخبه ولاقسام الهواه. فمجتمع كذلك نريد طوال الحلقه يعدون السير الذي الدور جمعيات الانصار والفرق الرياضيه لمكافحه الشغب داخل الملاعب. الاسبوع يعدون في السلم تعزز سنديه النظار سي ميلاد الجمعيات الجديد تات جمعية الأولاد للمناصبي فريق إلى النبور وصل بمناسبة تأسيس الجمعية صدر تكينا ممثل عالي مسعودية رئيس جمعية الثومات للمناصبي إلى النبور باش أنا نغيس سوار أنا نغيس قارب أكثر مشتوشة بفكرة بالتأسيس من الجمعية إذ كذلك من قدم الجمعية للمناصبي لغي فريق الهلال بصفة عامة في رخم الناس السنية العزاد نبدأ لكن غادي تحليل نتائج تقنية ومثلا الزميل الأستاذ حسن أمدوح متشكري صوت داس بالداخل سماري تلبية تنوير الرأي العام الرياضي ذي المنطقة. إذا نلت مباشرة ذي نتائج متفقين إن عريفة بالنسبة للقسم الوطني المزوارو الدورة 20 فريق شبر الريف الحسيمي ويستغل شاب موجه لفريق شبر سبتلة زمالي لمباراة قمة على مستوى مؤخرة الترتيب المقابلة ضد هذه مصلحة الفريق المحلية شباب سبتلة سجن غازيرو غولي نتيجة فريق شبر الريف الحسيمي بدا يتعانى زمالي ليونيه ضمن الركبة المؤخرة على اعتبار انه الفريق يتحتل الرتبة وسط 13-19 ضمن قيدات. اذا فمش نيغو مثلا السي حسن ربما ما تكتفيش تحليل النتائج حق متفقين الريف وانما نحاول نخصص الحلقه النهار باش نستيور في الحضور الطموحات مختلف الفرق الريفيه في بطولات الساعه زاد. هذا نبدا السي مزوارو فريق شباب الريف الحسيمي فزمان بانه الفريق غوالي 20 مقابلات يتمركز بالرتبه واش 13-19 متبقيه يعني على بعد 10 مباريات تزيد النهايه البطوله نزور السن السي حسن مش تريد الوجه ما ضعناش طموح الفريق شباب الريف الحسيمي ذل العزيمه الناس ديال الطموح الناس باش يعزز المكان الناس ديال القسم الوطني في الزوار. اول قلت زوار وشكار مكعس الانترنت وشكار مثلخ المجيب نخ السي عين سعودي ونتهنى ايث اسم ميلاد الجمعيه نجيب غير نجم الدعم الحقيقي بالنسبه هي رضا النظار بالنسبه لي لم نظر جمعيه التومات لمناصري على قيام النظر. بالنسبه لشباب الريف الحسيمي اعتقد بانه قد يكون معارج خطير جدا عقد ذي كلاس ذي رتبه ذي كوكبه من غيهوان المنطقه الجنوبيه اعتقد بانه ذي مجموعه من الاسباب يجين فريق شباب الريف الحسيمي ما حد قريب غادي تجيها وتلقيت اللي يجي على الطبقه الثمانيه في ذي الاداري شباب الريف الحسيمي وانتج مجموعه على البارنا كل نايس بالنسبة للطاقة الفكري عبد القادر يومير لحد الآن أنه يلعب لنا يبجم المستقطبين من خارج الإقليم زائد المدرب يومير وش النتيجة لصالح المنطقة ولكن ذي النتيجة نتيجة نغلق على مستقبل الشنط من عامة بسبب الشباب الريف الحسيمي هذه القيمة ذني على الوقت ذني على الوقت ما حد ربما ما تحقق في مكان سنة وهو في حالة بلاء ذني الجمعيات المراسلين الفريق شباب الحسيمي كان ادم ثاني الفريق الحسيمي انا باش نسلك السلام ذي نجم التدمر من طرف جمعية سيلا خلى تأييد سلبية يتحقق فريق شباب الحسيمي داخل الميدان وغادي نشوف نتائج ايجابية خارج الميدان ولكن هون كانوا يتخسر يعني دي بارات والتعب غداخل يعني انه تيجي ولا الجمعية الجمهور ما حدد بنجم ديان طلب الزيس برحيل القدر المبين يعني انه ديني فرصه بالنسبه لفريق شباب الحسيمي ما حد يمكن اصدار كان الموكب والفرصه اللي فعلها وهو جمع مكونات الحسيمه من مسؤولين وجمهور ابدا كفريق حسيمي انه مازال يلغي مع هذا الوقت حال وليس لنتج الكارثه انه مريه هو فريق شباب الحسيمي يعني المنطقه العربيه تكبر اتفقد اجمال الفريق انه مارها خزر الغاز بالنسبه للفرق المغربيه اعتقد
فارق كان الظهور اللي كنت قدم للتوضيح فقط فمش اليوم في نفس حسن انه مازال على قيمه التصب تاع تيلوت فباش نوضح لك مثلا الكرام فقط انه الحكم على المصير الفرق نعرف يزمر الحكم سابق الاولي لكن تحاول انه نحدد الانظار يعني من زمان تقدمت الفرق نعرف في السنه تاع الزاف فمش اليوم وزمر نحكم في المصير الفرق على اعتبار انه قيمه 10 من التوارث السنه تاع الزاف ومشينا ولاد السي حسن فريق شباب ربيع حسين مير نتائج نسكي نقولها جينت بجيش المنعرج خطير والفريق مطالب بتدارك الموقف المراجعه المغرق النص ذي 10 من الدورات الديكوان الاشاره فقط فالفريق اللي استقبل ذي الدوره ديوتين الدوره 21 فريق المغرب التطواني كيجي المقابله المحليه قوى سورتاس اذا انا نعتبر القسم الوطني ويستنين بدا البطوله النخبه الدوره 24 فريق خلال النظر يتمكن باش يعقب النتيجه التعادل زيد مدينة الخميسات سواري التعادل مسك فريق الاتحاد الزموري الخميسات سجل لايجن في حين تواجد التأجيل لمقابلة لاتحاد طنجة كرجاء حسيمة لغير نهار الاثنين إذا رغم التعادل النص خارج الميدان لك فريق الاتحاد الزموري الخميسات بدا فريق خلال النظر لتقييمات ذي المنطقة المكهربة منطقة الجاهلية فريق تحت الرتبة ما قبل الأخيرة 23 متنقذين كذلك حتى فريق رجاء حسين من زمان المنيا وهني شاول سو راشد مكان نسبة سبورت تقديم العام الفريق الرتبة وسحي العاش 26 متنقلين حتى انت في زعما المنيا زي الفروق الجانب المهددة النزول اذا السي حسن بدا في الوجهة النظر باش مش تولي الفروق ناري في القسم الوطني الاثنين لا هلال النظر ولا فريق رجاء حسين ذا المدى الامكانية ديال عز المكان الزم في القسم الوطني وبالنسبة للفرق الريفي مثل دي المجموعة الوطنية القسم النخبة الثانية هلال الناظور ورجاء القسيمة أنه خاص المقومات المتلقين إلى عالم موجودين سواء من غير الناظور من غير رجاء القسيمة إلا أنه ذني المشاكل التي تسمى اثنين تاع الفريقين ما حدث الباري قسم دي المجموعة الوطنية قسم النخبة الثانية شنو ناعين الكوامي توطس لقي رئيس فريق رجل حسيمة إن شخص مشاكل مادية خارقة توخصت بزوق احتجاجية غير عاملة من الحسيمة أنه توخص وضيح وتصفى لمشاكل مادية تقرانية يعني ما يمنع غاس تقول مشكل عام بعض مشكل عام مستقبلي نفس المشكل يدي وضع فارق هذا النظام يوضع ليس مشكل المشكل رجل حسيمة العام بعض يعني كثرة مصاري يتعاون رئيس فريق الحسيمه بانه غاس الحوالي عبد الغني شهر مسير عالي من بلا الفئات الصغرى يعني الطلاب يجمعوا على الاضافه المصاريف من الرئيس بالنسبه الى النظر اعتقد غاس المقومات ما عندي حق انه رغم المشاكل انه هذه المشاكل تي ليتو يجي الى النظر ما حد هذه حق رئيس تربيه المقبلين يعدوا ولكن الحمد لله انه للمقابله من النظر باش ننسى هذه عبر يعني الوصفه الرياضيه الى النظر كانت مقابله القمه مي نهار بالنسبه للفرق المنطقه النخ يتقصد الحوافز اما حافز معنوي ولا حافز مادي يعني الحوافز المادي انه مفقود يعني ولد الشاي انه ولد يقول الشاي في فتره مسؤولين من الله على 75 درجه حسين مع الفرق المنطقه ولكن الحمد لله انه ولد الغيران جمهور باش ننسى انه ولد الميلاد الجمعية والجمهور جمعية التوبات أن الوالدان يعني هو الحافزة يشارك القوة تبقى بالنسبة للفريق إلى النظر يجي المقابلة يجي المقابلة تصبح أنه غير العلم تعتقد أن إلى النظر يعني بأنهار بعض يجي الدعم يجي القوة من الإعلام وبعض الجمهور أن يساند الميلاد ممكن أن يجي السي علي مسعودي أن يخص خشبي انه هو يمشي في الصوره تاع الصوره تاع سبحان يمشي في القوه كيف على كيف بالنسبه لرجاء حسيمة انه غاس المشاكل مشاكل ماديه اعتقد مروه كان تسمى الجمهور تبعي الحسيمة ولكن اللي يديروا مازال يديروا عادي يعني وزن بار قريب بان الفرق ديال الفرق ديال المسلسل اللي جا عند مروه نص حسن وزن ما نحكم في المصير الفرق زي الخون وشواري مازن علي المسعودي قبل ما غير السيوان خمس لعيان تومات المناصر الهلال مش توصل فكرة بالتأسيس أن الزوغي يسيو شي حاجة بدا من السواء في الحضور في الطموح للفريق خلال النظر ومثلا علي المسعودي كرئيس الجمعية نهار المرة زمان الهم من جماهير النظر وهو ضمان الفريق خلال النظر كما كان ينزل القسم الوطني الثاني شكا رئيس الجمعية مش تولي الطموح للفريق باش يحافظ في المكان ينزل القسم الوطني الثاني شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكا المقاعدة المبنية على استضافة النهار شكرا الاخ حسن الدوح شكرا لكم جوليتي تقوم
بالنسبة للجمعية، جمعية دومات موحبي الهلال الرياضي المغربي، جمعية حديثة العهد على ما مش في طور التأسيس، ما في طور التأسيس تسن على أساس الأهداف اللي تيرين للجمعيات المناصرة للفرق الوطنية الصعيد العالمي في جنبها، على أساس تأطير الجماهير المناصرة للهلال الرياضي المغربي باش تقوم في العمل التأطير جميع الأعمال يتواكب من الفريق الهلال الرياضي المغربي. بالنسبة يمكن يجي الحاجة شوية تفوز في البقية هي هو أنه الوضعية المزرية للفريق بطبيعة الحال بعد أن تسجل الجمعية حاليا تفوزت على أساس أنه الجمعية ماشي خصها تيري الوقت يعني يزهو الفريق يعني الوضعية ميتيري الوضعية يعني مناسبة وهي الفريق تيري مليح لأن غاتيري الجمعية باش تأطر الجماهير وها اللي غاتقوم بستنقلات في المدن النامية ديال المباريات اللي غاتستضاف، ولكن باش تسوز ديك الفطرية الهاجسي غاسول بزاف هو كيف ما مش غاديك باش تعاون بزاف باش ديال الفريق انقاذ الفريق خصوصا في المرحلة اللي تقرقات والي مشينا حسن الدور مش تقريبا باش ان الوضعية الفريق مازال تحت المراتب الأخيرة تقريبا المراتب الأخيرة ما مش غاديك ان نعاون الفريق باش يدير الهدف الرئيسي من خو حاليا الجمعيه اباري تاثير اباري منه هو العمل الجمعوي هو كيفيه انقاذ الفريق اجل مساعده المسير باش ينقذ الفريق. بالنسبه لسؤال بالنسبه باش الوضعيه ديال النظام مش تولي مؤخرا لقائي كيعادوا لي النظام تغادر لقاء ديال المستوى على حسب الوصفه الرياضيه لان اللقاء اجري بطبيعه الحال في القنيطره ولكن ومع ذلك الفريق يعني يديج المقابله في قمه المستوى. نتمنى هذه يصير الشغل الجمعيه تستغل الفرصه باش تحاول تحفز اللاعبين تحفز الفريق باش يواصل النتائج النص. نتمنى ان يرفع الخير للفريق ان شاء الله. ان شاء الله مازال علينا.